دكتور طارق الأدور، أولا مساء الخير. أهلا بك يا أستاذ أحمد، وأهلا بكل مشاهديك الكرام. جسامة، شايف تعينه لإدارة هذه المباراة إزاي؟ ومصر احتجت رسميا، الاتحاد المصري احتج رسميا النهاردة. مظبوط، ولكن أعتقد أن هذا الاحتجاج لن يؤتي ثماره، لأن هو طبعا الاتحاد رفض لن يأخذ ذريعة اعتراض أي حد عشان يغير الحكم، فبالتالي يبقى هذا الموقف بعد كده يتخذ به في كل فرقه مش عاجبها حكم هتعترض عليه. لكن طبعا انا بقول كده بقى من واقع الحياد ان كان على الاتحاد الافريقي ان يتجنب مواطن الشبهات. كل الناس بتتكلم على هؤلاء الحكام، بس انا هقول لك من الكواليس ما حدث باختيار الحكم بكاري جسامة. كان في البدايه في انقسام شديد في جوه لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي وجوه المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي حول تعيين حكم لهذه المباراة بالذات. فكان في خلال الكواليس دي في انقسام، نص منهم بيقول لك ان حكام الشمال الافريقي هم الافضل دلوقتي، وان هم احدهم يتولى المهمة، وخصوصا ان حكام بالذات تونس والجزائر والمغرب الثلاث فرق خرجوا من البطولة فما لهمش مصالح. فكان يبقى حكم من الشمال الافريقي، والباقي كانوا بيفضلوا ان حكم يكون من الغرب افريقيا او من جنوب افريقيا. وكان التفكير بتاع المجموعه دي في فيكتور جوميز، لكن فيكتور جوميز طبعا حكم الجنوب الافريقي اللي انا من وجهه نظري انه افضل الحكام الافارقه الان. صح. مشكلته ان هو يعني مفكرين في النهائي، فكونك هتحطه في النهائي فمش معقول ان انت تحطه كمان في السيمي فاينل، يبقى موجود في السيمي فاينل وفاينل. فالانقسام ده جاب اغلبيه مع اللي بيقولوا ناخد حكم من غرب افريقيا او من جنوب افريقيا. فبدات الاعداد تقل، جاء بقى العقلاء قال لك طب ما ناخد الحكم الجواتيمالي سكوبر. حكم سكوبر ده سكوبر على الاقل هو حكم محايد، يعتبر ليس من افريقيا خالص، فهو هيكون محايد بكل معنى الكلمه. فكان يبقى هو فرصه لاختياره ان هو يكون بعيد تماما عن اي شبهات. ولكن طبعا وجئنا بان المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي قرر ان اسكوبار ده استبعد تماما من البطوله، خلاص هو خلاص ادار شويه مباريات وخلاص استبعد تماما من حزبه الحكام اللي هيديروا البطوله الافريقيه. فطبعا كانت نتيجه استبعاد اسكوبار خالص من البطوله ان ما بقاش فيه الا عدد محدود من الحكام، ومنهم طبعا هذا الحكم بكاري جسامه. فبكاري جسامه في النهايه هو اللي تم اسناد المهمه دي باستبعاد كل الحكام الباقين اللي هم كانوا عليهم علامات استفهام ان هم يتولوا اداره هذه المباراه، فلم يبقى الا ثلاثه. في النهايه انتهى الامر الى بكاري جسامه هو اللي هيدير المباراه. وكان طبعا في المفترض ان كان اجتنابا لمواطن الشبهات كان الاتحاد الافريقي يعين اي حكم ثاني بعيد عن الحكام، وخاصه دكتور طارق انه إتو امبارح عمل تصريحات يعني لا تليق ابدا برياضي ورئيس اتحاد كرة القدم في الكاميرون، ضغط جماهيري، اثارة للجماهير، تحريض للجماهير، وبالتالي كان لازم في حكم يمتص اللي ممكن يحدث في المدرجات، وده اللي انا قلقان منه شخصيا. هو ده بقى الكلام المهم جدا، وبالذات يعني الكلام ده وحتى اطار الحديث حول هذه الامور ان هذا الحكم سواء مع منتخب مصر ست مباريات اللي ادارهم واخرهم مباراه نيجيريا افتتح هذه البطوله، صح احنا كنا وحشين بقى نيجيريا كانت افضل، لكن كان في ضربه جزاء مسكوك فيها جدا لصالح حزيزو في هذا اللقاء، وكان ممكن تتحسب جدا لو عاد للفار، لكن لم يعد للفار اصلا ولم يحتسب شيء بهذه الامور. كان في محاذير كتير جدا على هذا الحكم بكاري جسامه في ادارته للمباريات اللي كان بيلعب فيها اطرافها النادي الاهلي او نادي الزمالك في البطولات الافريقيه للانديه. فكان من باب اولى اننا لو استرجعنا هذا التاريخ انه يستبعد خالص بكاري جسامه تحسبا انه يكون في محاذير عليه كتير، وفعلا كان في محاذير عليه في مباراه الاهلي وصن داونز في بطوله افريقيا، في مباراه الاهلي والوداد في دوري ابطال افريقيا برضه، يعني خمس مباريات كان طرفهم من الاهلي كان هو طرف في مشكله بالنسبه للمباريات، فكان اولى ان هو يستبعد خالص. فطبعا كل هذه العوامل لما تتجمع مع بعضها ما كانش من اللائق ابدا اختيار بكاري جسامه، حتى من قبيل يعني ان ما بقاش انا متوقع مشكله زي ما حصل مع الحكم السنغالي قبل مباراه مصر والمغرب، وكان فيها اعتراضات عليه لان مصر هتلاعب السنغال في تصفيات كاس العالم، ورغم ذلك تم تعيين
الحكم السنغالي في هذا اللقاء. تكون كان المفترض اننا نبعد خالص عن اي شبهات ونحط حكم بقى كده ايه ملوش اي تاريخ تمدي او كده. لكن ما ان تم تعيين الحكم انا بعتقد ان على فكره هيغير القرار. ممكن القرار يطلع امتى؟ بكره؟ لا هو بالكثير قوي بكره على الاحتجاج. قوي لان هيرد يرد على الاحتجاج ان لا ان الحكم دوت هو حكم تم تعيينه من قبل الاتحاد الافريقي وموافقه لجنه الحكام وباجماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي فلن يتغير القرار. لكن طبعا احنا لازم نكون يعني بصراحه في وضعيه جيده في المباراه عشان ما نتعثرش. ما نديلوش فرصه يتلكك. لازم نلعب لعبنا ما نديلوش فرصه ونقلل الاخطاء كده. بقدر الامكان بالظبط كده نقلل الاخطاء. وده بقى اللي ممكن لو انت عايزني اتكلم فيه بالنسبه لمواجهه الكاميرون بشكل خاص. احنا عارفين دلوقتي من خلال خمس مباريات لعبهم المنتخب الكاميروني في البطوله والخمس مباريات دول اداهم بالكامل قدرنا نتعرف على مواطن القوه والضعف في المنتخب الكاميروني. فبالتالي احنا من المفروض اننا نحط كل برامجنا على دايما اي مدير فني يا استاذ احمد بيبص لحاجتين. النقطه الاولى هي نقاط الضعف في الفريق المنافس والنقطه الثانيه هي نقاط القوه في الفريق المنافس. ايهما تبص عليه الاول؟ نقاط القوه عشان انت تقدر توقف نقاط القوه. زي مثلا اضرب لك مثال مباراه مصر وكوت ديفوار. انت اتعرفت على نقاط القوه وقدرت انك توقف المنتخب الايفواري اغلب فترات المباراه لغايه ما وقت القصف خلص بعد 90 دقيقه. بس كونك خلصت ما تاثرش مرماك بهدف فقدرت انك تكمل نقاط ركلات الترجيح وتفوز. لكن ما تجيش تنظر نقاط قوتك الاول وتحاول تهاجم فتصاب مرماك بهدف فتبقى انت قاعده. فانت في كوت ديفوار صنعنا الفرص خلينا نقاط ضعفهم وصنعنا الفرص لكن اولا وقفنا نقاط قوتهم فقدرنا نحافظ على التعادل السلبي 120 دقيقه بعد كده فزنا بركلات الترجيح. فأنا بشوف والمغرب نفس الحكايه عرفت نقاط القوه اللي عندهم وقدرنا نلعب عليهم كويس قوي. فتوح حط حكيمي في جيبه اللي هو اخطر لاعب عندهم وضيقت المساحات على اللعيبه المعرض زي سفيان بوفال وعمران لوزه وسليم املاح ضيقت المساحات عليهم فما استغلوش قدراتهم في اللعب على المساحات دي اللي هو السرعه او المهاره اللي يخترق فانت قفلت عليهم السكه. بس دكتور طارق الكاميرون عندها اخطر اثنين مهاجمين في البطوله اللي هم هدافين البطوله لحد دلوقتي الاثنين جايبين 10 اهداف جايبين 11 هدف او 11 انصاع ابو بكر الهداف وراس الحربه بتاعه جايب 6 اهداف وكارل توكو كان اللاعب الوينج الشمال اللي بيلعب برضه راس حربه جايب 5 اهداف وال 11 هدف هم كل اهداف اللي سجلها المنتخب الكاميروني في البطوله. يعني المنتخب الكاميروني سجل 11 هدف جابهم لاعبين فقط انسو ابو بكر وكارل توكو كان. فعشان كده احنا بنقول ان خطوره المنتخب الكاميروني اساسا الكرات العرضيه والكرات الصعبه جوه منطقه الجزاء لان الاثنين كارل توكو كان وانسو ابو بكر مميزين جدا في العاب الهواء فدي نقطه القوه الرئيسيه اللي انا لازم اقابلها بتمركز جيد جوه منطقه الجزاء من مدافعي مصر ان هم يكون في كثافه عدديه جوه منطقه الجزاء عشان ما يستغلوش قدراتهم في ضربات الراس وبالذات ابو بكر بنصو ابو بكر ال 11 هدف اللي جابوه المنتخب الكاميروني بص الاحصائيه دي ال 11 هدف كلهم من كرات اما عرضيه جوه منطقه الجزاء او كرات استغل فيها المنتخب الكاميروني عنصر السرعه وبالذات من انجويزا في نص الملعب او كارل توكو كان الشمال. احنا محتاجين كوره في الدفاع بتاعهم. الدفاع بتاعهم اقل من الهجوم بتاعهم. عايزين كرة زي بتاع زيدان وسونج فاكرها حضرتك؟ بالظبط مظبوط مظبوط كرة زي كده. اضعف نقاطهم هي القلب الدفاعي اللي فيه ميشيل جادو وجيروم اونتيني اللاعبين اللي هم اضعف حلقات دفاعهم. لكن احنا لازم نستغل قدراتنا في اننا نقفل الدفاعات عليهم كويس ونستغل الهجوم المرتد لاننا عندنا في الامتار الاخيره مجموعه المهارات الموجوده سواء عمر مرموش او محمد صلاح او مصطفى محمد او اللي وصل بفورمه كويسه جدا صلاح سرعه صلاح استغل سرعه صلاح في الماتش ده بالظبط. ده بقى اللي هيكون النقطه اللي هتحسم المباراه لصالحنا في هذا اللقاء الحاسم ان شاء الله وان شاء الله باذن ربنا يوفقنا يا رب. بشكرك دكتور طارق القادر بشكرك شكرا جزيلا.